السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي هدانا الإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين من تبع هديه مقتدى إلى يوم الدين آمين صلى الله عليه وسلم عظم أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين آمين إخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا والأخ يؤذن تذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيقول لبلال رحنا بها يا بلال تذكرت حينما رجع بلال سيدنا بلال إلى المدينة الذي كان عبدا قرشيا عبدا افريقيا واصبح سيدا على سادة قريش بالاسلام فلما رجع الى المدينه
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يؤذن مرة أخرى، فأذن بعدم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، فارتجت المدينة بكاء لغياب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلاقة بيننا وبين الأذان، وبيننا وبين سيدنا بلال رضي الله عنه، وبيننا بين الزمرة الأولى التي بها انتشر الإسلام بكل بقاع العالم، والتي رباها المصطفى صلى الله عليه وسلم شبابا ورجالا ونساء. كثيرا ما أسمع ترتيل المقرئين أو القراء أمثال الشيخ محمد رفعت والشيخ المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل وكثير من المشايخ، حينما نسمع هؤلاء نجد أنهم لا يقرؤون القرآن، إنهم يتحدثون إلى الله ويحدثون الله بما أنزله الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس غناء أو شهرة أو سمعا أو مجدا. وهذا ما قاله الإمام الشعراوي رحمة الله عليه: حينما تقرأ القرآن اعلم أنك تجلس في حضرة الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يستمع إليك هو الله، سواء كنت تتعتع في القراءة أو كنت تجيد القراءة، فلك أجر التعتع ولك أجر جودة القراءة. تحضر في حضرة من أنزل القرآن على سيد الأنام سبحانه صلى الله عليه وسلم. فهكذا هؤلاء القراء حينما نستمع إليهم نعيش في هذا أو في هذه المشاعر والأحاسيس التي يعيشونها حينما يتلون قرآنا أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم عربيا مبينا. اليوم أنا بقتبس، طبعا أنا بسمع الكلام، بسمع القراءات دي كلها ليس للتمتع بحسن تلاوتهم، ولكن بأن يجعل الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة أكثر بعدد ما سمعوا منه الناس من قراءاتهم. كلما سمعنا هذه القراءات كلما ازداد هذا لهم فضل. حتى وأنا في الغرفة اليوم كنت بسمع الشيخ محمد رفعت، اللي قليل جدا من تسجيلاته موجودة، لأنه مات بسرطان في الحنجرة، ومات يعني فقيرا كما نعلم. فدخلت امرأة لتنظف الغرفة، وكنت ما بين يعني أوقف التلاوة أو أجعل التلاوة موجودة، فجعلتها موجودة، وإن لم تفهمها المرأة لكي يؤجر عليها شيخنا محمد رفعت. فالأجر بيد الله، فهمنا القرآن أم لم نفهمه، والعطاء بيد المعطي، سواء وعينا القرآن أم نمنعيه. فلا تهجروا القرآن. أرجع للشيخ محمد الغزالي في كلمة قالها من أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، كان بيسميها مسار الفكر الديني. على من أنزل القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. كان يحدث من؟ العرب، العرب لحمة الإسلام. ودرع الإسلام الواقي وكوكبة الإسلام وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام الشيخ الغزالي ليس كلامي، عشان برضك تترحموا عليه وعلى علمه. إنه لذكر لك لقومك فسوف أسألون. كان يحدث مين؟ ربنا بيحدث مين؟ العرب. حذاري ألا نكون عربا. نعرف معنى العروبة ومعنى اللغة العربية ومعنى القرآن وأحكام القرآن ومنهج القرآن. من هم العرب؟ وما الذي يقدمه العرب للناس؟ مين الإنسان العربي الآن؟ أين الإنسان العربي الآن؟ نحن لابد أن نأخذ تراثنا من كتاب الله، هكذا يقول الشيخ محمد غزالي. حذاري أن يؤخذ التراث من غير كتاب الله، حذاري أن يؤخذ التراث من غير كتاب الله. هذا من يوم آدم عليه السلام. ففي سورة الأعراف الله كان يخاطب الإنسانية، ما كانش يخاطب العرب ولا المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. يعني مكن الإنسان من الأرض واستخلف على أن يبني الإنسانية في الأرض، الإنسان كل إنسان والبشر كل البشر. وبعدها قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من الذي خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أجمل أو أجمل تصويرنا؟ أبيض وأحمر وأسود وأزرق، كل هذه الأشياء الأمثلة الجميلة من خلقنا، الله سبحانه وتعالى. ثم قال الملائكة اسجدوا لآدم. في هذا الحوار ما بين الملائكة وبين الله سبحانه وتعالى ما لا نجده اليوم في كثير من الدول العربية والإسلامية. الحوار الذي يأمن فيه المخلوق من بطش الخالق، الحوار الذي يعبر فيه المخلوق عن رأيه، أتجعل فيها من يوسف يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما تعلمون. جعل الملائكة يحاورونه ويختلفون معه، ثم جعل إبليس فيما بعد الذي كفر يجادل الله سبحانه وتعالى بكبريائه، واستمع لإبليس. الآن لا يستمع لكثير من أصحاب الحقوق في كثير من الدول العربية والإسلامية للرأي الآخر، فإما يعذبوا أو يطردوا أو يشردوا أو يغتصبوا أو إلى آخره. فنجد من الذين يستقبلونهم؟ الدول التي أرادت للحرية أن تقام في بلادها. أن نجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بعد كده ربنا عمل ايه؟ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. معناه ايه علم الاسماء كلها سيدنا ادم؟ اسماء صناعه الحياه، علوم صناعه الحياه، الزراعه والصناعه والسياسه والاقتصاد والعلم والمنهجيه والتعليم، علمها كلها كمنهجيه لادم. ليس اسماء صور او اسماء اشخاص او اسماء جبال أو أسماء دول، أسماء عناصر ومنهجيات إقامة الحياة واستعمار المسلمين أو الإسلام أو الإنسان للأرض لكي يبنيها ويعمرها. ثم عظام على الملكة فقال: أنبوني بأسماء الآن كنتم صادقين. بس مش فاكر أن الآية صح صادقين. جزاكم الله خير. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خلاص، فأصبح في أستاذية لآدم على الملائكة، أصبح في قيادة لآدم عليه السلام على الملائكة. بإيه؟ بالعلم والمعرفة والإتقان والتجريب وبناء قدرة على بناء المجتمع. ربنا مكن لبني البشر
أن يستعمروا الأرض، يعني يعمروها ويبنوها، لا أن يستعمروها يقتلوا الناس ويسفهوا الأحلام ويشردوا ويغتصبوا إلى آخره إلى آخره. فأعطاهم مفاتح الخير في الأرض، كل مفاتح الصناعة والزراعة والإمكانات التي تجعل الإسلام سيدا على ظهر الأرض بالعلم والمعرفة وإقامة المساواة والعدل والحرية. هذا كلام الغزالي وليس كلامي أنا. إن الإنسان في موارثه الأولى عن آدم من الخلق هو سيد للأرض، الإنسان وليس المسلم فقط، هو سيد، خلق سيدا على الأرض وسخرت له الأرض ولم يسخر للأرض، سخرت له الأرض ولم يسخر للأرض. فلو احنا نظرنا اليوم ونزل سيدنا آدم عليه السلام بينا وبدأ يروح لألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا وبعض الدول العربية وسأل ولاده وأحفاده عملت إيه؟ الألماني يقول إحنا عملنا الكتابة للآلات الكتبة والحاجات دي، والبريطانيين يقول إحنا عملنا مش عارف الكمبيوتر، والأمريكاني يقول عملنا إيه؟ الصناعات المراكب الفضائية والآخر. وهؤلاء لم ينزل عليهم كتابا فيه منهاج وإعجاز. فالقرآن كتاب منهج وكتاب معجزة. كل الأنبياء ما قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لهم منهج ومعجزة. المعجزة انتهت بانتهاء وجود الأنبياء في سيدنا عيسى وموسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نوح. أما المعجزة الدائمة فهي معجزة القرآن الذي كل يوم وكل سنة وكل شهر يخرج علينا بإعجاز جديد لاكتشاف ما كتب أو ما أنزل محمد من القرآن منذ 1440 عام. فهذا هو الكتاب الذي فيه المنهج وفيه الإعجاز إلى الآن، لأن الله سبحانه وتعالى قرر حفظ كتابه إلى يوم الدين سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا ذكره وإن له لحافظون. ولما يجي يسألنا احنا كأمة الإسلام وأمة العرب اخترعتم ايه؟ عملتم ايه؟ صحيح أجدادنا اخترعوا وعملوا خلاص، ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا، ها أنا ذا. صح، في الفارابي وفي ابن سينا وفي البيروني وفي اسمه ابو القاسم الزهراوي كتير العلماء وابن خلدون الى اخره، لكن انا عملت ايه؟ كنت بتفرج امبارح على ماتش، مش انا يعني، انا بقول يعني انا كعموميات يعني، على ماتش برشلونه واسمه كده وبايرن ميونخ، مش كده برضك الناس ساعتين ثلاث ساعات مش مهم، هكذا ألهينا فالتهينا وتركنا المسيرة بتاعت كيف نشعر حينما يقرأ القرآن من هؤلاء، وكيف نشعر حينما يؤذن بلال رضي الله عنه على كوكبة المسلمين في المدينة بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن التخلف العلمي والكوني والطبيعي في الفيزياء والإدارة والاقتصاد والسياسة ليس فقط معصية دينية كما قال الغزالي، ليس فقط معصية دينية، ليس التخلف معصية دينية، ليس فقط معصية دينية، بل هو خلل أو شلل في المواهب الإنسانية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في أفئدة البشر. خلل وشلل، يعني معصية دينية من جهة وخلل وشلل، يعني أنا أصبحت مشلول لأني لا أستعمل المواهب التي وضعها الله سبحانه وتعالى في منذ أن خلق أبي آدم عليه السلام. هذا هو التخلف اللي احنا عايشينه الآن. ما هو مش فقط معصية دينية، لكن إيه؟ شلل في الفكر وشلل في المعرفة وشلل في الفهم اللي أنا
مش قادر او اكتشف ما بي فيه. فعوضا ان اسخر الارض للبشر سخرت انا، ومن سخر الارض للبشر هم الاخرين، فاصبحنا نتبعهم في كل ما ينتجوه لنا من اكل وشرب ولباس ودواء وكل شيء، بالرغم من ان اصحاب المنهج واصحاب الاسماء التي عرضت على ادم عليه السلام هم نحن. فلما شفنا من شهور ان الامريكان احتفلوا بماذا؟ احتفلوا بعمل الميكروسكوب والتلسكوب وسموه جيمس ويب، صح؟ اللي هو بيشوف الآيات الكونية التي ذكرت في القرآن من قبل 14 قرنا، ويحتفلون به إجلالا للعلم والمعرفة والتمكين البشري لمسالك الحياة. ونحن من أنزل علينا الأسماء كلها وأسبابها لم نكتشف أي شيء، نحن أولى بهذا من هؤلاء. الشيخ يقول: كلما أقرأ هذه الكتب الأخرى أشعر بالغثيان، لا أستطيع على الإطلاق أن أقارنها بكتاب الله المعجز القرآن الكريم، أشعر بأنها زي ليالي ألف ليلة وليلة. ليست قرآن يحفظه الله سبحانه وتعالى أبد الدهر، أزليا سرمديا أبديا. فيه يتعلم الأنبياء من العبيد لله سبحانه وتعالى، كما ذكر قصة ما بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر. موسى اعتقد أنه أعلم الناس في الأرض، فالله سبحانه وتعالى أرسل إليه الخضر ليعلمه من علم الله اللدني الذي لم ينزل على موسى عليه السلام. احنا حينما نتحدث عن اللغة العربية ليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استكبارا أو استعلاء، ولكن حقيقة واقعة تجعل من سيبويه الأعجمي هو الذي يؤطر لقواعد اللغة العربية، تجعل من أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه الذي كان من أصول فارسية هو الذي يصبح الإمام المعظم، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لأن العربية عربية اللسان وليست عربية الجنسية أو التاريخ أبدا، هي اللسان بلسان عربي مبين. فأنهي حديثي معكم على الاحتفاظ باللغة العربية أبديا، لأنها لغة القرآن، وهي لغة تعلو باستعلاء ولا يعلو عليها لغة أخرى، تعلو باستعلاء ولا يعلو عليها لغة أخرى، ولا تضاهيها أي لغة منذ أن خلقت الخليقة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، وهي مفتاح فهم القرآن. والأمر الثاني هو هذا الكتاب المعجز اللي هو أصبح مركونا على الأرفف في بيوتنا نتندر به، أو نحتفل بأن أطفالنا يحفظونه ولا يفهمونه ولا يفقهونه. فالرسالة لنا النهاردة وفي كل يوم، في كل يوم ونحن في الغرب هنا، نتذكر الأسماء كلها لكي نقيمها مرة أخرى في مجتمعاتنا، نتذكر أن اللغة العربية هي أصل فهم الدين الإسلامي، نتذكر أن القرآن هو المعجز الذي به أخرج العرب الذين كانوا يتباهون بعربيتهم، فكان العربية مؤتمرات ومنتديات ومؤتمرات واحتفالات، يعني كانوا يتصدقون بها افتخارا بهذه اللغة العظيمة. أتى القرآن ليخرسهم جميعا ويعجزهم على أن يأتوا بمثله ولو سورة أو آية،
وادعوا من استطعتم من دون الله ولو كان بعضكم بعضا ظهيرا. في آية أخرى لن يستطيعوا منذ هذا الوقت إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض. هذا هو الكتاب الذي نعتز، لابد أن نعتز به ولا نعتز به. هو الذي جعل من العرب المسلمين أسيادا للعالم، سادوه بالعدل وبالحقوق وبالعلم والمعرفة والجد والاجتهاد والتدافع لإنشاء هذه الحضارات العظيمة التي أنشأوها حينما عرفوا أن القرآن هو سبيل الحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا ما أنا في من هديت، وعافنا ما أنا في من عافيت، وتولنا مولانا في من توليت، وبارك لنا مولانا فيما أعطيت، وقنا مولانا، وقنا مولانا، وقنا مولانا، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنك مولانا تعز من واليت وتذل من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم يا مولانا ونتوب إليك. اللهم كن مع أخواننا المستضعفين في كل مكان، من اليوغور والروهينجا وكشمير وفلسطين وفي كل مكان، أرجاء المعمورة يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم البلاء والعناء والشقاء، اللهم ارفع عنهم البلاء والعناء والشقاء، اللهم البلاء والعناء والشقاء، اللهم ارفع راية الإسلام، راية الخفاقة في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذ من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وعلي بشانك الحق والدين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي الكريم، وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن تبع اديابهم وقطعهم الى يوم الدين، امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ما تقولش اسمي بعد الصلاة. استووا واستقيموا، تراصوا تراحموا، لينوا بين إخوانكم واخشعوا في صلاتكم، وأقبلوا بقلوبكم على ربكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر تحيات الصلوات والطيبات السلام عليك أيها السلام
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إخواني وأخواتي، يقولون المعروف لا يعرف، بل المعروف والمعرف يعرف به غيره، فالاسم إذا أضيف إلى اسم معرف عرف به النكرة، فيقال رجل العمل الإغاثي فيعرف الدكتور، مؤسس الإغاثة الإسلامية فيعرف الدكتور، أخذ علي عهدا أن لا أقول اسمه ولن أقول، فهو معروف والمعروف لا يعرف. فنقول جزاه الله تعالى خيرا على هذه الكلمات التي لامست القلوب من أول دخوله، وأهل الله إذا مدحوا في حضورهم ازدادوا تواضعا لله سبحانه وتعالى، لأنهم ينسبون كل خير وكل فضل للذي أنعم عليهم وهو الله، وهو مولانا الحق المبين سبحانه وتعالى، المعطي الكريم الودود الحليم جل في علاه. فهؤلاء شهاداتهم شهادات صدق على وحدانية الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أهل الله الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، وخير الناس من إذا رأيته ذكرك بالله عز وجل. فكيف بالذي خالط الأيتام والمساكين والأرامل والمعوزين والمشردين والمحتاجين، فأفاض الله عز وجل على قلبه من هذه القلوب الرحيمة الكثيرة اليتيمة المسكينة، فكان موئلا ومحضنا لهم وأبا للجميع. فجزاه الله تعالى عنا خيرا، وأمد الله بعمره وفسح في مدته وأدام ظله الشريف، ونسأل الله عز وجل بما تكبده ويتكبده دائما وأبدا من عناء السفر والترحال مع مرضه، أن يكتب له بكل خطوة أجرا عظيما يرفع به درجته في عليين، ويحط عنه من سيئاته، وأن ينفعنا ببركاته في حياته وبعد مماته. فأهل الله عز وجل أمدادهم بعد وفاتهم أكبر وأعظم، وهذا بركة الزمان وحسنة الزمان، أنا لا أبالغ وأعني ما أقول. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعطاياهم وبأنظارهم وألحاظهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقهم وعلى خطاهم وعلى هديهم، وأن نكون خير أوفياء لهذا المنهج. المنهج يتلخص بكلمة: العمل لهذا الدين، تعريف الناس بهذا الدين، ليكون أرحم الخلق بالخلق. كنتم خير أمة أخرجت للناس وليست أقعدت في بيوتها. قال: خير الناس للناس أنفعهم للناس، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المسلم يا إخواني قلبه رحيم، يحب الخير للجميع بلا تمييز. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. هذه الآية نزلت على كفار مكة، وكأن الله عز وجل يقول لهم: أوصل بكم الكفر والجحود وقد كفرتم بالله أن تجحدوا حق اليتيم والمسكين؟ وهذا الخطاب لنا من وراء وراء، فكيف بالذي آمن بالله وما تماهى الله عز وجل به مع الفقراء؟ من ذا الذي يقرض الله؟ الله يستقرضنا ويطلب منا العطايا
ويقول إذا أعطيت المسكين أنت تعطيني، عبدي مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. والله يطعم ولا يطعم، لكن الله عز وجل يتماهى مع الفقير، مع المسكين، مع المعوزين، مع المنكسرين. عبدي استسقيتك فلم تسقني، استكسيتك فلم تكسني، إلى آخر الحديث. فإذا هذا فضل عظيم يا إخواني أن نستشعره. الكلام سهل، لكن أن تعيش المعنى وتكون بخطواتك محققا له، فهذا لا يحسنه إلا من كان على خطى رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا بحياة دكتورنا الفاضل، وما زلت ملتزما بعهدي معه، وأن يعني دائما نسر بهذه الرؤية. والله أنا أفرح من كل قلبي، والله العظيم ولا أبالغ، مع أنه هو من تواضعي لا يرتقي منبرا، لكن نحن جميعنا إن شاء الله تعالى يعني نتزلل منابر له، فجزاه الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا دائما هذه البركات وهذه النفحات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم. إن شاء الله تعالى اليوم سيشرفنا على الساعة 6 إن شاء الله تعالى قبيل المغرب، يعني ممكن يكون الدرس واللقاء بين المغرب والعشاء. هو ما أتى يجمع المال الآن، قال أتيت لألقى الشباب ولألقى إخواني في الله، ونحن نريد يا إخواني، ويجب علينا أن نحضر، لأن نحضر تجربة رائدة ناجحة في العمل الإنساني وفي العمل الرباني والتزكوي إن شاء الله تبارك وتعالى. اليوم إن شاء الله لقاؤنا مع أستاذنا ودكتورنا الفاضل بين 6 والـ8 إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.